السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي، السلام عليك يا مولاي علي بن الحسين يا سجاد. سادتي مشاهدي قناة الإمام الحسين، نحن وإياكم وهذه التغطية الخاصة بمراسيم دفن وتشييع الإمام السجاد، عزاء الشموع لأهالي كربلاء، فكونوا معنا وهذه التغطية. العجائب يا خامس أهل نوح بحر الموسى، ما شاء الله. إيه صوتك صوتك، لا تسكت أحشي. خامس أهل قلبك سفينة نوح، قلبك سفينة نوح يا خامس أهل نوح. ما زلنا وإياكم سادتي مشاهدي قناة الإمام الحسين وهذه التغطية الخاصة لعزاء الشموع، سنستضيف خادم الحسين حاج محمد الساعدي ليحدثنا عن هذا العزاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي صاحب العصر والزمان بمصاب الإمام زين العابدين عليه السلام ابن الحسين. بالنسبة لهذا العزاء، هو هذا أول عزاء ينزل في محافظة كربلاء بالليل، اللي سمتها فد مجموعة من الشباب اللي تكونت العزاء وسموه عزاء الشموع، وإن شاء الله هذا العزاء يستمر على السنين الجاية، وكل الوفيات وفيات المعصومين إن شاء الله، كل وفاة نهار وفاة بالليل، يعني يطلع ليلة الوحشة عزا الشموع اللي ينزل من المخيم الحسيني باتجاه ابو الفضل العباس، ويكون الختام بالامام الحسين. فمجموعة من شبابنا اللي بادروا بهالفكرة الحلوة ان شاء الله، لاحياء شعائر اهل البيت وديمومتها ان شاء الله على كل الاسلام، وهم منهجنا منهج اهل البيت، فاحنا لازم نحيي امورهم بكل ما بكل طاقاتنا من فرح ومن حزن ان شاء الله. ما زلنا وياكم سادة المشاهدين وعزاء الشموع. من جنتي الباري بنحيبي وحسرة ويتندم، يعيش ابن فكيل عمره وبقى يعاني الحزين والهم، لكن ما شاف أهل بيت. ما زلنا وإياكم سادتي مشاهدي قناة الإمام الحسين وهذه التغطية الخاصة لعزاء الشموع، معنا خادم الحسين أبو رقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله لكم الأجر، عظم الله لكم الأجر، الله يحفظكم إن شاء الله. سلفنا على هذا عزاء الشموع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله العلي العظيم. اعتاد المسلمون في كل بقاع العالم عندما يفقدوا عزيز على قلوبهم، تكون هذه الليلة هي ليلة بمعنى ليلة الوحشة. هذه الليلة عندما يفقدون العزيز يجتمعون أحبائه أصدقائه، يجتمعون ليتذكروه ويواسوا أهله ويواسوا ذويه. ونحن الآن بهذا الموكب وهؤلاء خدمة الإمام الحسين عليه السلام، خرجنا بهذه الليلة وهي ليلة وحشة الإمام زين العابدين عليه السلام، هذا الإمام الهمام الذي رأى ما رأى من المصائب العظيمة يوم كربلاء، وكان هو الراوي لهذه المصائب، الذي قضى طيلة عمره بالبكاء واستخدم الدعاء واستخدم البكاء كاحتجاج على بني أمية. فخرجنا بهذا الموكب لنواسي الإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، وخرجنا بهذا العزاء هو عزاء الشمع، والله يجزيهم بألف خير للمؤسسين والحاضرين، ويجزيهم بكل خير إن شاء الله. ورفع لكم تاج راسي حفظكم حسين. بعصرا وثانيهم نبي الله نوح الوال في الحسرة، ينوح وينحب القامة ويلوجي ويسفح العبرة،
نوح يسمح حلا اسمي نوح يحين ونوح كل عمر مهما يقاسي. ما زلنا وإياكم وعزاء الشموع سادة المشاهدين وأحد المشاركين في عزاء الشموع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجركم. عظم الله أجركم إن شاء الله. نعزي إمامنا السجاد عليه السلام والأمة الإسلامية بوفاة باستشهاد الإمام السجاد عليه السلام، وتباركنا بحضور هذا الموكب لوحشة الإمام السجاد في هيئة الطفل الرضيع. وحقيقة يعني هذه مناسبة نعزي بها مثل المراجع ومثل الكرام عليهم السلام بهذا العزاء وبهذا المصاب الجلل. يا خامسة قلبك سفينة. ما زلنا سادة المشاهدين وعزاء الشموع مع خادم من خدام الإمام الحسين سيد حيدر ثابت أحد مؤسسي هذا العزاء، سيحدثنا عن عزاء الشموع. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجر سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، وعظم الله أجر المسلمين عامة باستشهاد مولاي الإمام زين العابدين وسيد الساجدين وذكر الطف الأليمة. اليوم الحقيقة تجتمع أهالي كربلاء لإحياء شمعة ليلة وحشة فقدان المسلمين للإمام زين العابدين. هذا العزاء هو إلى الإمام صاحب العصر والزمان. نسأل من الله عز وجل ونسأل من الحسين ونحن في صحن أبي فضل العباس أن يتقبلنا خدما لهم وأن يكون فرج لهذه الأمة وأن يرفع هذا الغم عن هذه الأمة وأن ينصر حشدنا الشعبي المقدس وأن نجتمع مرة أخرى في صحن أبي فضل العباس ونحن بالعراق قد تخلصنا من داعش ومن غير داعش إن شاء الله. إن شاء الله سيدنا عظم الله جزيلا. آية تقول هالخمسة ثالثهم نبي يحقوب يوسف غايب عن عينه على فراقه يحين ويلوم حتى بيضة عيونه. ما زلنا وإياكم محبتي مشاهدي قناة الإمام الحسين وهذه التغطية الخاصة لعزاء الشموع. نحن الآن مقبلين على ضريح أبي عبد الله الحسين ونحن بين الحرمين. نحن سندخل إلى ضريح أبا عبد الله الحسين وسنستضيف خادم من خدام الحسين الرادود ملا قيس محمد القندرتي وهو مشارك بعزاء الشموع ليحدثنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله لك الأجر حبيبي أبو حسين لهذا المصاب، مصاب واستشهاد سيدي ومولاي الإمام زين العابدين. هيدا اسمع مقطع خادمك. بعيوني يسعر دمعي وتفجر، بعيوني يسعر دمعي وتفجر، خذي العزاء يا كربلاء، خذي العزاء يا كربلاء. أنا الأحن الحزين ظهري وأدمت مهجتي الحسرة، أنا الرضع يومي لطاف همي وفاجعة وعبرة، شفت المصيبة لألا رهيبة فيض البلاء يا كربلاء. عظم الله لكم ولا عظم الله أنا بحسن الله يبارك فيكم. البكائي أمك فاطمة البدر إلى من سمعت الناعي بمصاب المصطفى غدت رابي. سمي أرحم من سبي الحرم، هذا ما قاله الإمام السجاد. سمي أرحم من سبي الحرم،
فعظم الله أجرنا وأجركم سادتي مشاهدي قناة إمام حسين باستشهاد الإمام سيد الساجدين الإمام زين العابدين. كنا وإياكم وهذه التغطية الخاصة بعزاء الشموع لأهالي كربلاء باستشهاد الإمام زين العابدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.